ما شاء الله. جعفر وين؟ جعفر جاي يا سالم، لا تشيل هم. لا وزيد بن شربيت يعطي كل واحد نصيبه. وعارف كلامنا واضح، احنا ما لنا دخل هالشغل، واخر تواصل معكم لان بنشتغل معكم ولا تشتغلون. ليه سالم؟ تكلم عن نفسك. بالنسبه لي انا ابي نصيبي كامل، ما يكفي نفالح هذا الفلوس وانحاش. عمر، احنا متفقين واتفاقنا واضح، ما نبي لا عمليات ولا شيء، خلاص نبي شغل نظيف اليوم ورايح. انا كيف وغيرت رايي؟ بعدين ما هو انت اللي تحكم فينا يا اخوي. نتفاهم مع بزران، احنا تفهم ولا لا؟ احنا متفقين نطلع من هالطريق. الكلام اللي قاعد تقوله خطا يا سالم. انت راك شفت نفسك وجا في نفسك غرور علينا كذا؟ ما هو انت اللي تحكم فينا. تضربني يا سالم؟ تضربني؟ اضربك واضرب 10 امثالك اذا ما تسمع كلامي. تشوف نفسك علينا تتكبر لكن ما تمد ايدك. امدها غصب عنك، انت عارف اني انا كبيركم واتحكم بالرايح والجاي. والله انت تندم عليها، والله انت تندم عليها يا سالم. شو اللي سويته يا عمر؟ سالم كان لازم يموت، هو محير نفسه ومحيرنا معه، وكل يوم بيتوب وكل يوم بيترك الشغلة، لكن الحين ارتحنا منه. تدري عاد أني سالم خويكم هذا أنا ماني طايقه، وأغلب مشاكلي مع جعفر بسبته هو. حتى حنا ما احنا طايقين، وأخوه أصلاً بعد ما هو بطايقه، حنا معه عشان الفلوس ويسوي نفسه هو اللي يتحكم، هو صاحب القرار. بس برافو عليك، تدري عاد كنت بصفيك انت وياه، لكن بحركتك هذه كبرت في عيننا وفديت نفسك. بكلم كبيرنا وخليك تشتغل معنا، لان احنا نبي الناس الفاهمه. هذه الفرصه اللي اتمناها وانا بريديكم. كلام حلو، خلاص انتظر مني اتصال وانا بستاذن من جعفر وبشوف ايش يقول. ابد، ابشر انت بشغلك وانا بتفاهم مع الجثه الزفت هذه. وفرت علينا، يعطيك العافية يا عمر. تمام.